كتاب مفتوح وميت موضوع أقول بوضوح رسول الله وعلم الكون في شخص يكون فداه الكون حبيب الله تشوف أصحابه نفس الروح عباد الله وفين مطروح تلاقي الدين في أخلاقهم ومين تابع وكان تابع مكانهم جنة عنوانهم شباب ورجال شداد شجعان يخاف الموت يقابلهم ويجي الليل في صمت الناس تلاوة وذكر تجمعهم فمنهم من بقى قائد جيوش إسلام وصار فاتح ومنهم من بقى عالم رياضة وطب كان ناجح ومنهم من بقى قاضي ميزان العدل وسطينا ومنهم من بقى حاكم بدين الله يحابينا سنين عدت ونفس الناس تشوفهم ناس بتتكرر أسامي وعمر تتغير ونفس الروح بتتكرر أجدادنا علمونا العبادة علم وعمل أخلاق وحياة بيهم تحس بسعادة كانوا قدوة في كل شيء اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ورمضان كريم ربنا يبارك فيكم يتقبل منا ومنكم وبرنامج جديد وحلقة جديدة ونبدأ شهر كامل البرنامج اسمه مع التابعين ويمكن هنصوره والأول مرة في القاهرة الإسلامية القديمة يمكن كل يوم هنكون في مكان شكل ننتقل من مكان لمكان مش دايما هنقول لكم المكان فين وانتوا تعرفوا وتحاولوا توصلوا له لكن دون هيكون برنامجنا مع بعض 30 يوم والنهاردة هنبتدي معاكم أول حلقة يا جماعة السنة اللي فاتت قبل ما ادخل في التابعين وفي القصة السنة اللي فاتت ما كانتش سنة سهلة صعب علينا كلنا في كل العالم العربي يعني أرهقتنا بصرف النظر عن أي أحداث سياسية أنا مش جاي أتكلم في الأحداث السياسية لكنها كانت سنة متعبة سنة مرهقة نفسيا أعتقد أن رمضان السنة دي قد يكون أغلى رمضان في عمر ناس كتيرة من أجيالنا ويمكن ولادنا وأمهاتنا كمان إحنا تعبنا ومحتاجين نروح لربنا قوي محتاجين طاقة روح محتاجين إيمان محتاج التوازن النفسي اللي كان متنشن وكان مشدود طول السنة اللي فاتت يهدى ويرجع له كده يرجع له توازنه ويرجع له راحته ويرجع له طمأنينته والحقيقة انا اكتر سنة ندخل رمضان واحس ان انا مشتاق لرمضان مشتاق له قوي يعني حالة اشتياق غير عادية مشتاق للعبادة ومشتاق للصلاة مشتاق للقيام مشتاق للقرآن مشتاق اسجد سجدة أبكي فيها من خشية الله مشتاقين لرمضان مشتاقين لرمضان وعشان كده أنا عايز أبدأ أفكركم بآيات وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بتفكرنا برمضان تعالوا نفتكر كده مع بعض إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين إذا جاء رمضان نادي منادي يا باغي الخير أقبل يلا ونادى منادي يا باغي الشر أقصر كفاية كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان فإذا جاء رمضان نادت الجنة يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا حديث النبي إن في الجنة بابا يقال له الريان والله إحنا عطشانين قوي لرمضان وعطشانين لعبادة ربنا يقال له الريان فإذا جاء الصائمون يوم القيامة ينادى أين الصائمون فإذا جاءوا دخلوا منه فلا يدخل إلا هم إحنا وحشنا رمضان شهر الصوم شهر المواساة شهر القرآن شهر الصبر شهر يزاد فيه رزق المؤمن رزقك فيه يزيد رمضان رمضان شهر إجابة الدعاء وللصائم عند فطره دعوة لا ترد مش كده وبس شهر العتق من النار يا ترى الرقاب دي
كأن كان فيها ذنوب ممكن توديها النار، فيجي رمضان فتعتق الرقبة دي من النار. النبي بيقول ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة، كل ليلة يتكتب فلان الفلاني اعتق يوم 5 رمضان، محمد، ليلى، هدى، عصام، فلان اعتق يوم 10 رمضان، اعتق كل ليلة، ناس تفكر رقابها من النار، وذلك كل ليلة. يا ترى النهاردة أول ليلة حد هيعتق من النار؟ يا ترى بكرة؟ يا ترى آخر ليلة؟ طب تعمل إيه عشان تعتق؟ رمضان. مستعدين بقى، واخدين همة كده، ناويين من النهاردة، من أول يوم، ما تفوتش لحظة، دي كل دقيقة غالية، ترجع لك كده راحتك وإيمانك والشوق اللي أنت كنت مشتاق له. بس ندخل بقى في البرنامج مع التابعين. إيه التابعين؟ ويعني إيه أصلا التابعين؟ وليه برنامج؟ ويعني ايه 30 حلقه؟ مين الشخصيات دول اللي في التابعين اللي 30 حلقه؟ الاول تعالوا نبدا من الاول خالص، يعني ايه تابعين؟ التابعين دول الجيل اللي جه بعد جيل الصحابه، يعني ما شافوش النبي. يعني لو دخل المدينه بعد وفاه النبي بيوم، بيوم واحد، ما بقى الصحابي، بقى تابعي. ليه؟ ما حضرش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل حد ما شافش النبي، طب احنا تابعين؟ لا، ما شافش النبي لكن شاف حد من الصحابة. طب هم الصحابة مش كتير، يعني ده اللي طلعوا مع النبي حجة الوداع كانوا 120 ألف، اللي شاف واحد من 120 ألف دول يبقى تابعي، بس بشرط كان مسلم. يعني يعني لو واحد شاف النبي وما كانش مسلم مش صحابي. يبقى تاني تعالوا نفرق بين كلمة صحابي وكلمة تابعي. صحابي كلكم عارفينها، واحد شاف النبي وكان مسلم أيام النبي، ده صحابي، خلاص عرفناه وعملناهم في نلقى الأحبة لو تفتكروا زمان أول ما ابتدينا. طب تابعي إيه؟ كأني بكمل بقى الجزء الثاني من برنامج نلقى الأحبة بنفس روحه، بنفس إحساسه، وأنا والله حتى بنفس الإحساس، الواحد حاسس إن هو استعاد الأيام الجميلة دي، البدايات الحلوة. طب إيه هم التابعين؟ التابعين دول ما شافوش النبي لكن شافوا الصحابة فبقوا تابعين. ولذلك في حديث يسهل لك بقى جدا، النبي يقول لك ايه؟ طوبى، يعني خد فرصه كويسه ورائعه في الحياه، طوبى لمن راني وامن بي، ده ايه؟ صحابي. وطوبى لمن راى من راني، ده ايه؟ تابعي. يعني احنا السنه دي بنحكي عن مين؟ عن الجيل اللي ما شافش النبي لكن عاش مع الصحابه. ف طب والقران اتكلم عن الجيل ده؟ اه طبعا اتكلم عليهم في كذا ايه، واتكلم عن الفرق بين جيل التابعين بتوع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأجيال التابع وأجيال اللي كانوا موجودين في أمم أخرى، هنقولها بعد شوية. لكن القرآن قال إيه على جيل التابعين؟ بص الآية بتقول إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول إيه؟ دول صحابة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدخل التابعين مع المهاجرين والأنصار في رضا سبحانه وتعالى. خلي بالك دي آية مخصوصة، مفيش حد تاني تقال عليه كده، دخلوا مع المهاجرين والأنصار. وبالتالي ومين اللي سماهم تابعين؟ الآية، القرآن، ربنا اللي مسميهم تابعين. شوف الآية تاني، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي آية من الآيات. وفي آية تانية والذين جاءوا من بعدهم، بتتكلم عن الصحابة وبعدين قامت قايلة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طب ده القرآن. طب والنبي قال إيه؟ النبي قال خير القرون، أحسن جيل جه في تاريخ البشرية، ده النبي بيقول خير القرون قرني، الجيل بتاعي، ثم الذين يلونهم، اللي هم مين؟ التابعين. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له من أفضل الناس؟ قال قرني، الناس اللي عاشت زماني. قال ثم من؟ قال من تبعهم، التابعين. اللي بيروي الحديث بيقول ولا أدري أقال جيل ثالث ولا هم الصحابة والتابعين بس، مش فاكر قالوا التلتين ولا ما قالش الذين يلونهم كمان، لكن دول التابعين في الآية وفي الحديث. طيب عرفنا كده التابعين ومعنى التابعين. يجي هنا سؤال، هما ايه اهميتهم يعني؟ يعني ايه جيل التابعين؟ وليه 30 يوم؟ وهما فيهم شخصيات غنية كده زي ما كنا بنحكي عن الصحابة، شخصيات مؤثرة جدا وكمية أحداث وتفاعلات وقيم وجهاد من أجل القيم، هتشوفوا نماذج الحقيقة
انا وقعت على كنز. عارف يعني ايه وقعت على كنز؟ يعني انا ما كنتش اعرف ان احنا عندنا الكنز ده. ولذلك يمكن بعضكم يقول طب انت ما حكيتش عنه من زمان ليه؟ انا ما كنتش مصدق ان احنا عندنا الكنز ده. ده انا والله وتعبنا عشان نطلع ال 30 شخصية اللي هنحكيها لكم من التابعين. لكن تاني، طب ايه اللي بيميز جيل التابعين؟ ايه جيل التابعين دول؟ خليني احكي لكم حاجة بسيطة قوي. هو تعداد المسلمين كام دلوقتي؟ 1,200,000,000 مسلم موجودين في كام بلد؟ لا خلاص، في كل الأرض. الأذان، الخمس صلوات بالأذان بالمساجد في كل مساجد الأرض. تروح هونج كونج هتلاقي المسجد، تروح نيوزيلندا هتلاقي المسجد، تروح أفريقيا، تروح آسيا، تروح أوروبا، في كل قارات الدنيا، في كل أقطار الدنيا، ألوان مختلفة، لغات مختلفة، أفكار مختلفة، لكن كلهم بيجمعهم الإسلام. ياه، ثقافة ودين وحضارة، حاجة عظيمة جدا جدا. بس أقول لكم حاجة جميلة جدا، كم جيل بقى؟ ياه، من أيام النبي، عد بقى أجيال أجيال لغاية جيلنا، أجيال كتيرة قوي. شاء ربنا حاجة عجيبة جدا، كل جيل يبقى له دور في حفظ الإسلام. مش الآية بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ إيه حفظه؟ ربنا خلى كل جيل يجي يقوم بدور في حفظ الإسلام. حتى جيلنا، حتى جيلنا له دور في حفظ الإسلام. إيه طب جيلنا إيه؟ يا جماعة، إحنا قبل جيلنا كان الحبر المطبوع هو اللي محفوظة فيه علوم الدين والقرآن والحديث. جيلنا هو اللي نقل وكان دوره في حفظ الإسلام، نقل علوم الدين ونقل القرآن ونقل الحديث للفضائيات، لوسائل التكنولوجيا الحديثة. ايه دور الجيل اللي احنا عايشينه في حفظ الإسلام؟ له دور، طبعا له دور، وبذلك الحمد لله ان احنا مشاركين الأجيال اللي قبلينا. دورنا ايه؟ نقلنا علوم الدين من الكمبيوتر، من الحبر المطبوع للإنترنت وللكمبيوتر والفضائيات. طب ده جيلنا. طب جيل الصحابة كان دوره ايه في حفظ الإسلام؟ لا، ده الجيل اللي ضحى بروحه ودمه وفلوسه علشان يحط البذور بتاعة الإسلام الأولانية من غير ما حد يزيلها، ويمنع الحواجز والعوائق اللي منع العقيدة ومنع الإيمان عشان يحطوا البذور دي. ده الجيل الأولاني، ده جيل الصحابة. طب جيل التابعين؟ طب لا، الأول جيل صلاح الدين عمل إيه؟ جيل صلاح الدين اللي وقف قدام هجمات الصليبيين، وقطز وقف قدام التتار علشان يحموا أرض المسلمين وثقافة المسلمين. مش بقول لكم كل جيل بيجي كأن ربنا بيكلفه بمهمة أو يديه هدية، اعمل المهمة دي. وإحنا على ضعفنا عملنا موضوع الكمبيوتر، وصلاح الدين وقطز عمل موضوع. طب السؤال، والصحابة قلنا ضحوا بروحهم ودمهم علشان يحطوا بذور الدين دي ويزيلوا الحواجز اللي منع من الدين. طب التابعين عملوا إيه؟ لا، دول اللي نشروا الإسلام في كل الأرض. جيل التابعين يعني فضلهم علينا في مصر وفي العراق وفي تونس والجزائر، طبعا كل ده جيل التابعين، دول اللي نشروا الإسلام. لا، وكمان حاجة تانية، دول اللي أسسوا حضارة الإسلام. شوف الحضارة العريقة. أنا بصور الآن في أثر من الأثار الإسلامية العريقة. مين التابعين؟ التابعين دول اللي أسسوا حضارة الإسلام. الصحابة وضعوا الجذور، لكن مين اللي أسس الحضارة؟ مين اللي حط حجر الأساس عشان ترتفع هذه الحضارة؟ التابعين. مين لما اتفتحت الدنيا في الفتوحات الإسلامية والأعداد الكبيرة، مين اللي استوعب الحضارات الكتيرة ومزاجها في الإسلام؟ التابعين. هتلاقي فيهم بقى فقهاء، وهتلاقي فيهم علماء، وهتلاقي فيهم قضاة، وهتلاقي فيهم حكام، وهتلاقي فيهم عباد، وهتلاقي فيهم زهاد. هم دول اللي هنقولهم، هم دول اللي هنقولهم. طب سؤال تاني، أنا عايز أفهم التابعين أكتر. بصوا يا جماعة، عشان أقول لك التابعين دول عملوا إيه، أقول لك شوية حاجات كده بسرعة. شوف يا سيدي، أول حاجة، كل ما كان يجي دين أو أصحاب فكرة يحطوا الفكرة بتاعتهم، أحيانا كتيرة يجي الجيل التاني يحرفها. حصل ده في أديان وحصل في أفكار. الجيل اللي بيجي تاني اللي هو بقى عندنا جيل التابعين، الجيل اللي بيجي تاني يحرف الفكرة، ينقلها عما كانت موجودة. جيل التابعين عندنا ما عملش كده ولا تحريف، بالعكس ده حافظوا على الفكرة. ياه، يعني لولا جيل التابعين كان ممكن يبقى عندنا قلق كتير في الدين اللي بين ايدينا. جيل التابعين حافظ ووصل من غير تحريف. دي واحدة.
لا، جيل التابعين عمل حاجة تانية جميلة جدا. ناس كتير في عهد جيل التابعين حصل فتوحات إسلامية بسرعة خرافية، كمية الدول فجأة من ناس عايشة في المدينة، الصين معانا وأذربيجان معانا والمغرب معانا والأندلس معانا ومصر معانا، كل العالم اتفتح بقى المسلمين. تخيلوا كمية الجنسيات اللي دخلت في الإسلام، ده كان ممكن يغرقونا لولا التابعين. هم تخيلوا كمية الجهود اللي بذلوا التابعين عشان يفهموا كل الأعداد الكبيرة باللغات المختلفة والثقافات المختلفة، يفهموهم الإسلام الصح بسهولة وحب ويندمجوا معهم. ده جيل التابعين. لا، جيل التابعين عمل حاجة تالتة. انتوا مش واخدين بالكم ان احيانا كتيرة الجيل الاول يأسس فكرة يقوم يجي الجيل التاني ينقلب عليه ويثور عليه، زي الشيوعية. الاولانيين يحطوا فكرة فيجي الجيل التاني يقول غلط ويبوظ الفكرة. التابعين ما عملوش كده، بالعكس، ده حافظوا على الفكرة وكبروها ونموها. انت بدأت تقرب، الناس دي عملت ايه؟ الناس دي عملت شغل غير عادي. لا، دي حاجة رابعة. اغلب الاجيال الاولى بتبقى متحمسة للفكرة قوي قوي قوي، تيجي الاجيال التانية مكبرة دماغها، مش فارقة معاها الفكرة قوي، يعني مش مهتمة. والقرآن حكى على الامم السابقة كده، شوف يقولك ايه: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضيعوا الامانة، مش مهتمين، مش فارقة معهم، إلا جيل التابعين. يعني جيل التابعين لا، ما ضيعش، بالعكس، ده انتوا هتشوفوا في الحلقات اللي جاية بيبذل كل طاقته عشان يحافظ على الفكرة وعشان يوقف الفكرة وعشان ينمي الفكرة. يبقى لا حصل تحريف بسبب التابعين، ولا حصل انقلاب على الفكرة بسبب التابعين، ولا حصل إهمال للفكرة بسبب التابعين، ولا حصل ان احنا غرقنا بسبب الجنسيات الكتيرة اللي داخلة علينا. ايه التابعين دول؟ عملوا اربع حاجات: حفظوا الاسلام من التحريف، وانتوا عارفين ان في اديان اخرى حصل فيها تحريف، التابعين حفظوا الدين من التحريف، وحفظوا الدين من ان هو يغرق باخرين دخلوا عليه، وحفظوا الدين من ان هو حد ينقلب عليه، وحفظوا الدين من ان هو حد يهمله ويضيعه. عرفتوا ليه تسموا تابعين؟ تاخدين بالكم ان كلمة تابعين دي مش موجودة لأي حد تاني غير للمسلمين؟ يعني المصطلح ده محدش يعرفه في البشرية غير المسلمين. يعني لو كتبته بالانجليزي تابعين، ايه تابعين؟ ده مين اللي سماهم كده؟ ربنا اللي سماهم كده. ليه؟ أصل كلمة تابعين دي كلها تفاؤل وأمل. ازاي يعني؟ تابعين يعني يتبع الخطى، يعني بيدور على الخطى ويمشي عليها، يتبع السيرة يمشي عليها. دول ناس أوفياء مخلصين، تابعوا سيرة النبي والصحابة وحافظوا عليها، فاستحقوا ان هم يتسموا تابعين. تعالوا نطلع فاصل ونبدأ نقرب أكتر، زي مين ومين ومين، وحتكلمنا على مين في الحلقات. نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. في الحياة يمجد الخالق، يحيا ويتنعم بكل ما أوتي له، فلكل منهم ضبطه في كلامه. مفكرون ودعاة وفقهاء ينيرون الطريق لتطلعاتكم على مدى شهر رمضان المبارك، نتلمس منهم نبض الكلام يوميا خلال شهر رمضان، الخامسة بتوقيت السعودية على MBC 1. بدي راس حسن. قلبي الحسن، حسن يا أخي حسن. يا لطيف، جميل جميل. مين خطب له جوازه أول مرة؟ مو أنتي؟ هذا بيت ساجزين أو التهب اللي بيضل حسه وهيسته موجودين فيه حتى بعد ما يموت. هتفهموا ولا لا؟ نلا طلع مع هذاك المرض. شو؟ خلاص ولك أنا أبو التهب، ما بقدر حل مشكلة ابني. شو دخلني؟ إذا الله مطعمني بطنة أنا شو ساوي؟ يا باطل! الزعيم على MBC 1، متوفر أيضا بنظام HD. سنتحدث عن حلول في كافة جوانب الحياة. احنا في مدينة بانغ، كيف تعرف انك كوبنهاجن؟ احنا هنا في أوسلو نرويج، محكمة تشوزوم لار
تركيا، نحن في جمهورية الصين الشعبية. أنا هنا. نحتاج لتطبيق وعمل وليس كلام كثير. خواطر سبعة يوميا السادسة والنصف بتوقيت السعودية خلال شهر رمضان على NBC One. لقمة العيش لها مليون طريقة وطريقة. اللي مثلنا ما عندهم هالمليون طريقة ويحصلونها، هي طريقة واحدة بس تمشي على النكرين. أنا موجود علشان أترافع عن المتهم ومرجانه. بو كريم برقبته سبع حريم على NBC One، متوفر أيضا بنظام HD. تراك فاضية مراتنا أختنا تسأل عنها وتقول تعرس ولا ما تعرس. عبد ما تسوي شيء، ما عندك أي علاقة. موت أنا أتفاهم معه بالليل. يبا خلها تقعدين لها تموت. وش اللي تموت وما تموت؟ وش اللي أهدي يقول جعلها تموت؟ في حد يقول عن بنته جعلها تموت؟ 18 على NBC One، متوفر أيضا بتقنية HD. كيف تتعامل مع الله إذا تأخر رزقك؟ من رضي فله الرضا. من منا لا يرضى؟ لا تمنعن الذنوب أحدكم من الدعاء، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس. من رضي بقضاء الله فإن الله سيرضى عنه. كيف تتعامل مع الله يوميا الرابع بتوقيت السعودية على NBC One. تعالوا نكمل مع بعض. التابعين بدأت تحس بيهم شوية وعملوا ايه وقيمتهم ايه؟ على فكرة احنا مدينين ليهم جدا، والله انت مدين ليهم بحاجات كتيرة. انت كمسلم مدين للتابعين دول جدا 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 في اي مكان في ارض الاسلام والمسلمين، بتتكلم عربي ولا ما بتتكلمش عربي، لان هم اول ناس مؤسسوا حضارة الاسلام التابعين. لا ده انت حتى مدين ليهم في حاجة، وضوءك وصلاتك. انت تعلمت منين الوضوء والصلاة والكلام ده؟ جاي منين الكلام ده كله؟ جاي منهم. يعني الائمة الاربعة خدوا منين؟ خدوا منهم، لان الائمة الاربعة ما عاشروش الصحابة، فالأئمة الأربعة واخدين من التابعين. طب والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم وكل الأحاديث اللي احنا بنقولها جاية منين؟ ما هو اللي روى الأحاديث ده البخاري وكده ما شافش الصحابة، جاي منهم. ده الجيل اللي حلقة الوصل، حجر الأساس ده اللي وصل، فلذلك احنا مدينين ليهم جدا. طب أقول لك حاجة، انت عارف ايه الفرق بين جيل الصحابة وجيل التابعين؟ أقول لك كده عشان تستوعب أكتر. الصحابة دول يا جماعة اللي حضروا الوحي، الصحابة دول اللي اتلمذوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل الأحداث على المواقف، يعرفوا التصرف الصحيح من التصرف الغلط من الآية والحديث. مدرسة النبوة لمدة 23 سنة بيتربوا فيها، حاجة رائعة، خير القرون. طب ما للتابعين دول إيه؟ لا، هينزلوا على الواقع بقى. الواقع فيه دم وفيه قتل وفي تراب وفي مادية وفي معارك الحياة. جيل التابعين انزلوا إلى الواقع بس حافظوا على القيم اللي جاي لكم من الصحابة، ولذلك كان دورهم صعب قوي ومسؤوليتهم كبيرة قوي، ولذلك اسمهم تابعين. هم كانوا حاسين ان ده دورهم، انا دوري اتبع وانقل اللي جاي من الصحابة، وكانوا متخيلين كده. وعلى ذلك هتشوفهم مسكين في الحتة دي قد ايه. فالصحابة المدرسة الكاملة للصح والخير. التابعين انزل إلى الواقع بقى. عشان كده ما تزعلوش لما هتسمعوا في الحلقات اللي جاية قتل كتير وفي دم وفي ناس بتموت، لكن هتلاقوا جيل التابعين ده اللي ماسك وعمال يحافظ إن يوصل لنا الإسلام صح، لأن هم اسمهم تابعين لازم ينقل صح. فدي أول فرق بينهم وبين جيل الصحابة. الفرق الثاني، الصحابة كانوا عايشين في المدينة، حوالي 2000 أسرة ولا 3000 أسرة، وحدة وحدة مدينة. لكن التابعين دول عايشين في الأرض، كل الأرض بتتكلم في 100 لغة و100 فكرة و100 تقاليد وعادات. كان ممكن ينغلقوا ويقفلوا على نفسهم ويقولوا لا عايزين نفضل زي المدينة، ما عملوش كده، كان عندهم حرية فكرة. صدق أنهم منفتحين أكتر مننا، دخلوا في العالم
ودخلوا في الشعوب المختلفة، ودخلوا في آسيا الوسطى، ودخلوا في الجمهوريات الروسية اللي هي موجودة دلوقتي، ودخلوا في إيران، ودخلوا في العراق، ودخلوا في مصر، وخلطوا وتعرفوا على الشعوب واندمجوا فيهم، بس حافظوا على أصالة الإسلام. أنا ساعات بقول لشبابنا عايز سافر الغرب سافر الغرب، وعايز تتعلم في الغرب تعلم في الغرب، وما تنغلقش وانفتح، خليك زي التابعين بس تمسك بدينك. بس تخيل هم قدروا ايه ده، دول كانوا منفتحين قوي وكانوا عقلاء قوي واذكياء قوي، تعايش دون ذوبان. مش انا عملت زمان دعوه للتعايش؟ اهو اكتر حد اتطبق عليه دعوه للتعايش التابعين، يتعايشوا ويندمجوا بس من غير ما يفقد ايمانه وثوابته، فحافظوا على الدين واستوعبوا الجنسيات الاخرى والحضارات الاخرى وغزلوها جوه الاسلام. يا دول جامدين قوي. هم كده فعلا. لا، في حاجه ثالثه توريك الفرق بين الصحابه والتابعين. كل عصر يا جماعه فيه تحدياته. الصحابه التحديات اللي كانت موجوده في عصرهم، ازاي اضحي بروحي ودمي عشان احط بذره الاسلام قدام اللي رافضين العقيده. طب والتابعين ازاي انتشر وانا لسه مؤمن؟ ازاي في وسط الحياه الصعبه اللي هيعيشوها، مش مثاليه، حياه واقعيه، وافضل لسه محتفظ بايماني من غير ما اخسره؟ ولذلك يا جماعه هيحصل في عهد التابعين، انا بقول لكم من اول حلقه اهو، صراعات كتيره ودماء كتيره. وعلى فكره كان لازم يحصل كده، ما كانش ينفع تجنب كده، يلا انزلوا للحياه. عارف لو ما كانش حصل كده كان يبقى الجيل ده ملوش دور. طب يبقى ايه دور التابعين؟ ازاي يحافظوا في وسط الصراع ده عشان ما نجيش احنا النهارده ونقول دي كلهم اجيال مثاليه. يعني انا لما عملت نلقى الاحبه بعض الناس كان بتقول لي ايه يا عم انت عايزنا نقلد الصحابه، دول كانوا عايشين مع النبي، طب قلد التابعين. طب تخيل لو التابعين ما كانش حصل في عهدهم اي مشاكل، برضو مثاليين؟ لا، ده في صراع ودنيا وفلوس وكنوز وقصور وصراع على الدنيا وسياسه وحكم وقتل ودم، وفضلوا محتفظين بالقيم. فلما اقول لك قلدهم تقدر تقلدهم. وصلت دي؟ ولذلك ايام نلقى الاحبه لما بقول لك قلدهم بتقولي بس مش قادر اقلدهم. السنه دي مش هتقدر تقول مش قادر اقلدهم. ليه؟ زيك بالظبط، والنبي مش موجود معاهم، والوحي ما بينزلش عليهم، مفيش جبريل، زيك بالظبط، وعايشين في وقت صراع يمكن اكتر من اللي انت عايش فيه، فتقدر تقلدهم. فلما هحكي لك النماذج بتاعتهم تقول وانا كمان. شفت بقى دي قيمه، دي حته خطيره في التابعين، وهتريحني كتير. وانا بقول لك تقدر تقلده، ممكن بقى تحافظ على الحق، ممكن تحافظ على اخلاقك، ممكن تحافظ على الصلاه، ممكن. لما مش هتقدر تقول لي بس ده كلام مثالي، عشان كده زمانهم حصل فيه فتن كتير. فما تزعلوش يا جماعة لما تلاقوا كمية الفتن اللي حصلت في عهدهم وتقولوا كان نفسنا يكونوا مثاليين، ما تقلد ازاي. دي نقطة مهمة. عايز اقولك حاجة تانية كمان مهمة قوي. في ناس بتقول ان الاسلام عبارة عن 40 سنة بس، النبي وابو بكر وعمر، وبعد كده كله قتل بعض وكله صراع وكله خناقات. ده كلام سطحي، والله كلام غلط، وفي ناس مصدقة الكلام ده على فكرة، وموجود في كتب. كلام ده غلط. عارف ليه يا جماعة؟ لما تقول لي بس التاريخ السياسي للإسلام أقول لك فعلا حصل كل الدم ده، بس هو الإسلام تاريخ سياسي بس؟ ولا عشان المؤرخين كتبوا الإسلام من الناحية السياسية بس؟ مين قال كده؟ ولو هو تاريخ سياسي بس، أو الأربعين سنة الأولى أبو بكر النبي وأبو بكر وعمر، وبعد كده كله بيموت بعضه، طب ما إزاي الحضارة دي استمرت 1000 سنة؟ ما إزاي أنا بصور في الأماكن دي؟ ما إزاي الإسلام لسه محفوظ لغاية دلوقتي؟ يعني بالعقل كده، لو الإسلام ده 40 سنة بس، إزاي إحنا عشنا 1000 سنة بنقود الدنيا؟ الإمبراطورية العظمى في البشرية هي المسلمين، إزاي يعني؟ يبقى يا جماعة ليه بتقول التابعين؟ علشان أسكت اللي بيقولوا الإسلام 40 سنة بس. لا، بصوا على النماذج دي، ومش نماذج سياسية، هتلاقوا فقهاء وهتلاقوا علماء وهتلاقوا حكام وهتلاقوا مفكرين وهتلاقوا. فما يجيش حد يضحك علينا ويقولونا ده الإسلام بس 40 سنة والباقي كله خناقات. طب بصوا على النماذج دي، تعرف ترد بقى؟ يعني بعد البرنامج ده محدش من اللي بيقولوا الإسلام 40 سنة هيعرف يتكلم. طب انت هتكلمنا، ممكن تقول لنا أسامي الناس اللي هتكلمنا عنهم في الحلقات؟ يعني مين؟ زي مين؟ بص بقى يا سيدي، هنيجي نتكلم مثلا في العلماء اللي وصلوا لك ازاي تصلي وازاي
فحنتكلم بقى على الحسن البصري، وحنتكلم على سعيد بن المسيب، وحنتكلم على سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حفيد عمر بن الخطاب، ده واحد من الناس الجامده جدا هتشوفوهم في الحلقات اللي جايه. طب وحنتكلم على الحكام، هنتكلم على عمر بن عبد العزيز طبعا حلقتين، وحنتكلم على عبد الله بن الزبير، ابن الزبير بن العوام، احد العشر المبشرين بالجنه. طيب القاده العسكريين هتشوفوا واحد اسمه المثنى بن حارثه الحلقه الجايه على طول. طب واللي دفعوا من اجل الحق وجاهدوا من اجل الحق هتشوفوا واحده ست، زينب بنت علي بن ابي طالب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف ان انتوا بتسمعوا الاسماء دي لاول مره. ومين تاني؟ سعيد بن الجبير، اسامي جامده جدا. طيب العباد والزهاد هتلاقوا بقى اويس القرني، وهتلاقوا زين العابدين بن الحسين بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا وفي آل البيت، في من ناس كتير من آل البيت هتشوفوهم في الحلقات لان هم الجيل التاني. هنتكلم عن القضاة، هيطلع القاضي شريح، ده هيبقى البرنامج. انا بس عندي كمان حاجه جميله قوي في جيل التابعين ده. جيل التابعين ده يا جماعه كان عنده حاجه نفسيه، يعني عشان تفهم سيكولوجيتهم، يعني كاني بشرح لك الجيل ده. الناس دي بينها وبين النبي ايام قليله. يعني ايه بينها وبين النبي ايام قليله؟ يعني انت بينك وبين النبي كم سنه؟ 1400 سنه. مشتاق له قوي، لما بتروح المدينه بتحس بياه شوق شديد. طب لما بتخش الروضه ببكي. طب لما بتقف قدام النبي السلام عليك يا رسول الله بتحس بايه؟ شوق عجيب. طب وبينك وبينه قد ايه؟ 1400 سنه. طب اللي بينهم وبينه 5 سنين. طب اللي كان رايح يقابله وعلى ما وصل كان النبي توفى وبكى. حلقه بكره هيحصل كده، رايح خلاص خد شنطته ورايح، هيروح المدينه يقولوا لا النبي توفى امبارح. المثنى بن حارثه حلقه بكره يحصل له ايه؟ عارف يحصل له ايه؟ انا لازم اعمل حاجه، انا فقدت لقب صحابي ونزلت في يوم للقب تابعي، بس انا لازم اعمل حاجه. جواهم طاقه غير عاديه الناس دي لفكره انا فاتتني الصحبه لكن هعمل له حاجه اقابله بيها لاني حاسس ان انا كنت قريب منه قوي. فهمتوا؟ ما شفت مش ع... ما عرفتش شكله، كان نفسي اعرف شكله ما عرفتش شكله. دي نقطه نفسيه عند التابعين، لذلك هتلاقيهم عايزين يعملوا حاجات باي طريقه يعوضوا بيها الفرق بينهم وبين جيل الصحابه فبيقربوا قوي. حاجه تانية هتلاحظها عجيبه جدا، حب عجيب بينهم وبين الصحابه لان دول اللي شافوا النبي. وهتلاقي حاجه تانية، صحابه بيحبوهم قوي، يعني ما فيش صراع اجيال. خلي بالكم بعد الثورات بيحصل صراع اجيال، وبيحصل مين الجيل اللي ماشي كلامه، دي طبيعه الثورات. المره الوحيده اللي تلاقي جيلين بيحبوا بعض، لا وبيساعدوا بعض وبيعلموا بعض لان عايز ينقل فكره عشان مخلص، جيل الصحابه والتابعين ما فيش صراع، بيحبوا بعض. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، بيحصل غل بين الاجيال، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ده جيل التابعين. طب ايه اخر حته اقولها لكم النهارده في حلقه النهارده؟ احنا في رمضان، ورمضان شهر الايمان والعباده والصلاه والقران. جيل التابعين ده جه في زمن مادي، مش بقول لكم مش وقت الصحابه، مش المدرسه النبويه الجميله النقيه، لا ده جه في وقت فلوس عماله تيجي وماديه طاحنه وخلاف على الكرسي. فطلع منهم ناس بتعبد ربنا عباده وعايزين يحافظوا على النبي جه بيه، عشان النقطه النفسيه اللي عندهم وعشان اسمهم تابعين عايزين يحافظوا عليها بطريقه. انا عايز اهدلكم في اللحظات الباقيه من الحلقه النهارده عباده التابعين، وكاني بقول لكل واحد دور على قصه من اللي هحكيها وقول انا هعمل كده في رمضان. تيجي نمسك امثله عباده التابعين، طبعا في كل شخصيه منهم هندخل جواها ايمانياته، بس تيجي نجمعها كده في اول يوم من رمضان عشان تشدوا الهمه، ويبقى كده واحنا بنتكلم على التابعين مش كلام فكري بس، دخلنا في الايمان. نتكلم عن الصلاه وتشوف نماذجهم، تحس كده تقول يا انا عايز ابقى زي كده في رمضان. واحد اسمه حاتم الاصم بيقولوا له انت ازاي بتخشع في الصلاه؟ الصلاه. فقام قايل لهم ايه؟ اجمع قلبي واكبر الله تعظيما، يعني وانا بقول الله اكبر اعظم ربنا، واقف وكأن الكعبه امام عيني انا شايفها، وكأن
الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي وكأن الصراط تحت قدمي وكأن ملك الموت ورائي وكأن رسول الله يتأملني. شوف إحساسهم بالرسول عامل إزاي. وكأن رسول الله يتأملني ها، وكأنها آخر صلاة لي. صلوا صلاة مودع، كأني دي آخر صلاة مش هصلي تاني. تخيل واحد داخل كده الكعبة قدامه والجنة يمينه والنار شماله والصراط تحت قدميه والنبي بيبص عليه وملك الموت وراه وآخر صلاة ليه، يصلي إزاي؟ الكلام ده مين اللي بيقوله؟ التابعين. يعني مين اللي علمنا هذا الكلام أو مين أول واحد قال هذا الكلام؟ التابعين. وبعدين يقول وأكبر تعظيما وأركع بتواضع وأسجد بتذلل ثم أسلم ولا أدري أقبلت مني أم لا. ده نموذج. طب تيجي نشوف نموذج تاني الحلقة اللي بعد كده. واحد اسمه سعيد بن المسيب بيقول لك إيه، ما فتاني ما سمعت المؤذن من 30 سنة إلا وأنا في المسجد. هتقول لي يا عم انت بتعقدنا، رمضان بس. طيب طب تعرف تجيبها في رمضان؟ طب تعرف تجيب 30 يوم في رمضان؟ مش بقولك مين هيقلد. طب ده واحد تاني. طب اسمع التالت وفكرة قيام الليل. يعني هم قروا في القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الجيل ده عايز يقلد النبي قوي. وإيه؟ مش بقى مش في وسط مش ناس تقول لي انا هقلدهم ازاي، دول زي الصحابه. لا، دول جيل زي زيك وعايش حياه صعبه زينا. شاء ربنا كده عشان ما يبقناش حجه. بص واحد فيهم بيقول ايه، تعبت من قيام الليل سنه واستمتعت به 20 سنة. طب ما تجرب في رمضان تراويح وبالليل تصلي لك ركعتين. انا عمال اعرض عليكم افكار من خلال التابعين. الحسن البصري واحد بيقول له ليه الناس اللي بتصلي بالليل اجمل الناس وجوها، ليه وشهم منور؟ قال لانهم خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره. الله، حلو قوي، لبسهم من نوره. شوفوا على فكره كان المجتمع، مجتمع التابعين، فكره الصلاه والصلاه بالليل كبيره عنده قوي. حتى الجواري، حتى البنت اللي بتشتغل خادمه في بيت الحسن البصري، كان عنده جارية باعها لقوم تانيين، ففي وسط الليل قامت صحية في بيت كده زي اللي احنا فيه، قامت صحية يا أهل الدار الصلاة الصلاة، يعني بتصحيهم لقيام الليل. فقاموا ردين عليها وقالوا لها ايه، أطلع الفجر؟ هو الفجر طلع؟ فقالت لهم انتوا ما بتصلوش الا الفجر؟ انتوا ما بتصلوش قيام الليل؟ قالوا لا احنا بنصلي الفجر. قامت راجعة للحسن قالت لو سمحت ردني، رجعني جارية عندك، انت بعتني الناس ما بيصلوش قيام الليل. كان المجتمع بيسوده كده، حتى الأحلام بتاعتهم كانت متأثرة بالجو ده، جو إيماني عميق. واحد بيحلم حلم فبيقول وأنا واحد من التابعين شفت امرأة جميلة جدا في الحلم، فقلت لها من أنت؟ قالت حورية من الحور العين من الجنة. فقلت أريد أن أتزوجك، أنا عايز أتجوزك. قالت امهرني، ادفع المهر بتاعي. قلت وما مهرك؟ قالت تصلي بالليل كثيرا. أحلامهم كانت مرتبطة بالفكرة. مجتمع إيماني قوي. هتصلي بقى كده؟ هتقوم الليل بالطريقة دي؟ شوف مع القرآن، وفد اليمن جه من اليمن، تابعين ما حضروش النبي، جم بعد وفاة النبي، فقابلوا مين؟ قابلوا أبو بكر الصديق، فقالوا له اقرأ علينا القرآن. قرأ عليهم القرآن، كلهم بكوا كلهم. فسيدنا أبو بكر قال كنا كذلك قبل أن تقسو القلوب. ده قلوبهم رقيقة قوي أهل اليمن دول. فقالوا له نبكي لأن كان نفسنا نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف جيل بدأت تحس بيهم؟ شايف درجات الإيمان عالية إيه؟ لأنه حاسين إن هم كان نفسهم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا الدعاء، واحد فيهم من التابعين يقولك أنا أعلم متى يستجاب دعائي. إيه ده، إزاي بتعرف؟ أنا بعرف أقول دلوقتي هيستجاب. قالوا له إزاي؟ قال عندما تخشع الأيدي ويهتز القلب وتدمع العين أقول هذه ساعة إجابة، هيستجاب دعائي دلوقتي. واحد منهم بيقول لهم تعرفوا إمتى بيستجاب الدعاء؟ قالوا له إمتى؟ مثل المؤمن لما يستجاب دعائه كمثل رجل في سفينة في بحر هايج، اتكسرت السفينة، اتعلق بخشبة، بيقول يا رب يا رب. هيقولها إزاي؟ هيقولها، ده هيقولها بكل جوارحه، كذلك يستجاب الدعاء. ده الوقت لو انت كده يستجاب دعائك. شفتوا جيل التابعين عمال يبعت لنا ايه؟ ده ايمانهم، ده الصدقة عندهم.
زين العابدين اول واحد عمل شنطه رمضان، مش انتوا بتعملوا شنطه؟ اول واحد عمل شنطه رمضان زين العابدين ابن الحسين ابن علي، يجيب كيس ويخبط على الباب ويحط الكيس ويمشي، الناس تفتح الباب تلاقي الكيس وما تلاقيش حد. عرفوا امتى؟ لما مات وهم بيغسلوه لقوا على كتفه علامه من كتر ما كان بيشيل الاكياس على ظهره. ها، صلاه وقيام ليل وصلاه في مسجد وقران وصدقه ودعاء، هتقلد التابعين؟ اخر حاجه، انا هدخل كل يوم معاكم على النت على الفيسبوك وعلى عمرو خالد دوت نت، نتناقش مع بعض بعد كل حلقه، دول التابعين هنعيش مع 30 شخصيه 30 يوم. ربنا يفتح عليكم ويجعل رمضان السنه دي شهر عتق ومغفره، وتختموا اكتر من ختمه ويرضى عنكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشوفهم في الجنه الرسول والتابعين، يلا بينا يا مؤمنين، نحلف نكون هما، نحلف لها نرد الجميل، علمهم ده مش قليل، دول قدوه الامه. شوفهم ناس بتتكرر، أسامي وعمر تتغير، ونفس الروح بتتكرر. أجدادنا علمونا العبادة، علم وعمل أخلاق وحياة، بيهم تحس بسعادة، كانوا قدوة في كل شيء، اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة.